الحقيقة النهاردة لابد أني أبدي انزعاجي الشديد واستنكاري للاعتقالات المتوالية التي وصلنا أخبارها من كافة المحافظات ولكل الأحزاب، لكن هم مزودين العيار شوية على حزب طيار الكرامة، وأنا مش عارف طيار الكرامة على وجه الخصوص بسبب انزعاجي. إحنا تحت الحزب دلوقتي موجود أعداد كثيفة من القوات تكفي لاحتلال دولة أخرى، يعني أنا مش فاهم لماذا هذا التكثيف الأمني، واللي أنا أظن أنه بيؤثر على المهام الأمنية لهذه القوات، وده سبب من أسباب برضو الثغرات اللي بتحصل وبيستغلها الإرهاب في أماكن مختلفة. أنا موجود في مقر الحزب، حزب طيار الكرامة، ده اليوم الرابع ليا في الإضراب، والإضراب ده زي ما أعلنت قبل كده ان انا لما حاركت في سينا في 73 كان معايا عساكر الصعقه صفر ضباط الصعقه الرجاله اللي استشهدوا. قبل ما نعدي يوم 6 اكتوبر اتفقنا على ان احنا هنموت هنحرر لندن، وماتوا طبعا جزء استشهد، انا نص كانت استشهدوا في الحرب. فانا لا احنف بعهدي مع الجندي ابدا، يعني وبما ان في جزء النهارده اهو هيضيع، فانا قررت ان يا اما لا يضيع هذا الجزء ابدا يا اما اموت. فده اللي انا املكه جسدي، لان احنا استغلينا كل وسائل السلميه، تظاهر في 15 ابريل و25 ابريل، وتم التعامل معنا بقسوه وبعنف، وتم سجن الشباب. احنا طولبنا بدفع كفالات وصلت الى حوالي 8 مليون جنيه السنه اللي فاتت، وما زالت الكفالات مستمره والغرامات. شبابنا بهدل بسبب انه بيقول تيران وصنافير مصريه، بينما كان هناك من يرقصون باعلام سعوديه في الميادين دون ان يتعرض لهم احد. مشينا في المحكمه سنه كامله حتى توجت بالحكم النهائي لاعلى محكمه في البلاد، محكمه الاداريه العليا، وحكمها نهائي وبات، اي يلزم كل السلطات من اول رئيس الجمهوريه لكل السلطات الموجوده في مصر. يقوم يجي رئيس البرلمان يقول انا لا اعتد بحكم المحكمه العليا. في هذه الحاله بتنتهي الشرعيه على طول. ليه؟ احنا مش بنقول كلام سياسه او زي ما بيقولوا ان احنا بنقول فك مجالس، الكلام ده قانوني. اي سلطه لا تحترم الدستور والقانون بيبقى اسمها سلطة فعلية، يعني مش سلطة قانونية. يعني بالظبط عشان أدي مثال مع الفارق، طبعا في فرق ما بين ضابط بوليس بيجي عشان ينفذ القانون عشان تبطيه، أو بلطجي بيجي ماسك لك سطور وعايزك طالع يثبتك. ضابط البوليس إذا كان بيأدي واجبه وفقا للقانون أنا بطيعه، انما لما ضابط البوليس ده نفسه لو تحول الى بلطجي وبيعاملني بغير القانون فهو هنا خرج عن الشرعيه واصبحت لا شرعيه تماما. فالسلطه دلوقتي لما تصرفت هذا التصرف التفافها على حكم المحكمه العليا، بل وعلى كان في نزاع اخترعه لنا المحكمه الدستوريه، وده ظهر نتيجه امبارح. المحكمه الدستوريه اقرت ما اقرته المحكمه العليا، هيئه المفوضين قال ان الاجراء الذي اتخذته المحكمه الاداريه العليا سليم. ده معناه ايه بقى؟ عشان انا احاول ابسطها عشان الناس اللي هم مش خبراء في القانون يفهموها. المحكمه الاداريه اللي هي مجلس الدوله بتراقب اعمال الحكومه، وبيسموها بقى قضاء الالغاء والتعويض، الغاء القرارات والتعويض عن القرارات الخاطئه، ده مجلس الدوله. المحكمة الدستورية بتراقب في الأساس التشريعات اللي بيعملها مجلس